بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. هنبدأ الآن أول مسائل في الملف الثاني اللي هو ملف التجميعات. هذا الملف هو متكرر في الملف الأول. هذا الملف الثاني هنبدأ فيه في السؤال الأول، بيقول إذا كان إن عدد حقيقي فإن المثال المضاد لإن تربيع أكبر من إن هو. قلنا يا سارة المثال المضاد اللي هو المثال العكسي، يعني أنا لو وضعت إن بشيء ما تضبط معايا هذه العلاقة، يعني مش عايز العلاقة هذه تكون صحيحة. فأنا أفكر الآن وأقول أضع إن بكام بحيث ما يكون إن تربيع أكبر من إيش؟ أكبر من إن. أنت رأيك أضع إن بكام؟ صفر تفضلي قولي الجواب، سامعك الجواب، علي صوتك. سالب واحد أو صفر. سالب واحد أو صفر. طب أنا هاخد السالب واحد زي ما أنت تقولي. لو أنا وضحت الإن بسالب واحد، سالب واحد تربيع اللي هي هذه يعني واحد، لا يساوي، وهنا سالب واحد، والواحد أكبر من سالب واحد، هذا كلام صحيح. أنا عايز المثال المضاد. أنت قصدك أي واحد اللي سالب واحد إن؟ يعني يبقى أضع إن بكم يا سارة حتى يكون إن تربيع ليس إن، أوكي إن، صفر. صفر. لو وضعت إن بصفر هيطلع الإن تربيع بصفر، أنا أحسب إن تربيع. والصفر هذه ليست أكبر من الصفر، صح كده؟ الملف يلا سؤال وجواب على طول، احنا عايزين ندخل في الوقت هذا سؤال وجواب أول وأسرع ملف شيء. السؤال ولا الثاني أحل معاك هنا ولا أحل بعدين؟ الملف قصدي. هتحل معايا الحين وأرسلك الملف على الواتس تحلي لحالك. يلا لو سمحتي ادخلي على السؤال الثاني. بيقول في الجدول المجاور ما العلاقة بين إكس وواي؟ هو هنا الواحد حق الإكس راح للخمسة، والاثنين راحت للثمانية، وهكذا. أربعة فهل الفرق بينهم العلاقة هتكون 3X ناقص 2 ولا 4X ناقص 1؟ أجرب. أجرب بطلة، يلا حط الإكس بواحد. أحط الإكس واحد، ثلاثة واحد ناقص اثنين واحد. ما يصلح، على طول كنسل على طول. ليش ما يصلح؟ لأن حطيتي إكس بواحد يا سارة. لازم يساوي خمسة. لازم يساوي خمسة، بطلة ما شاء الله عليك، لازم يساوي خمسة. يلا كملي بسرعة. ضاع غلط، لأنه أربعة في واحد ما أربعة شاء الله ناقص عليك، واحد. والله إنك شاطرة صدق، جيم تفضلي على طول، عندك جيم جيم ودال. جيم، لأنه أربعة في واحد أربعة زائد واحد خمسة. طب شوفي دال كده يمكن تضبط دال. داي ثلاثة في واحد. ولا تضبط. في اتنين ضبطوا. دائما يا سارة لو في اتنين ضبطوا يبقى انا ناخذ لازم خيار ثاني. اخذ، مش بسم الله عليك، والله انك شاطر. اضع انت كذا الخيار الثاني، يلا بسرعة. اول اتذكر. الخيار الثاني أربعة باثنين ثمانية زائد واحد تسعة. غلط. أجل دال مع السلامة، شكرا، مع السلامة، ما في داعي للفوضى ولا السواليف. السؤال الثالث، تقرأ السؤال. تمثيل البيان للدالة التي لها ثلاث أصفار حقيقية. احنا قلنا الثلاث ثلاث أصفار اصفار اللي هي بتقطع المحور الاكس في ثلاث نقاط. ثلاث باء. شكرا لك، مع السلامة. السؤال الرابع، هو ده الكلام، الحل الصحيح السريع في فترة الاختبارات القريبة تكون كده، والسؤال إن شاء الصعب الله. علمي لي عليه. ما شفت سارة طلعت لي أسئلة صعبة، الله يهديك. بيقول إذا كانت الدالة تطورت. F of X، اسمعيني، إذا كانت الدالة هذه، دي زالة بنسميها دالة متعددة التعريف. التعريف. ايش تقولي؟ قلت التعريف. بسم الله عليك، والله انك شاطره. هذه الداله متعدده التعريف. يلا يا شاطره، انا عايز اجيب اف ثلاثه. أعوض ثلاثة. فين؟ وين؟ أعوض هنا في الإكس فوق. اعوض في السطر اللي فوق ولا السطر الثاني ولا السطر الثالث؟ طبعا اللي بيحدد هو قيمه اكس هو المنطقه دي، المنطقة اللي فيها السطر دي، الأول. المنطقة اللي فيها دي، أحدد على حسب المنطقة اللي فيها دي. أوكي أنا أجرب فيهم هم الثلاثة.
أول وحدة غلط. طيب يعني يا سارة أنت ما بتعوضي في الثلاثة، أنا سمعتك تقولي عوضي في الثلاثة، ما أقدر أعوض في الثلاثة يا سارة. أنا أنا بعوض أعوض في في المكان الثلاثة. الصحيح، المكان الصحيح فين؟ اللي فيه قيمة الإكس بثلاثة. هذه ما فيها ثلاثة، هذه من صفر لاثنين، وهذه ما هي ثلاثة. فين المنطقة اللي فيها ثلاثة؟ الفترة اللي بين 2 و5 الأخيرة اللي فيها ثلاثة، لأن إكس هنا أكبر من الاثنين وأصغر من الخمسة. يعني ثلاثة وأربعة وخمسة، يبقى لما أعوض بعوض في أي جزء؟ اللي تحت آخر واحد التعريف الأول ولا الثاني ولا اللي تحت؟ اللي تحت. اللي تحت، يبقى هنا سالب يعني بناء 2 عليه إكس اختار زائد 1 أعوض عن إكس بثلاثة، كم الجواب؟ سالب 2 سالب 6 زائد 1 5 سالب 5 علي صوتك لو سمحت. سالب 5 سالب 5 سالب 5، ما شاء الله عليك. يعني بناء على اللي هنا اقرر بناء ايوه اللي اكيد يا عندي. ساره اكيد. انا هنا دي بنسميها داله متعدده التعريف، يعني لها 3 مناطق تعريف زي ما انت شايف. طب لو منطقه الخمسة التعريف يعني الاولى، اسمعيني، منطقه التعريف الاولى من 0 ل 2، منطقه التعريف الثانيه عند اكس تساوي 2، المنطقه الثالثه عند اكس اكبر من الاثنين واصغر من الخمسه. طب يعني فين انت كده الثلاثه؟ الثلاثه هنا، ايوه. هنا في المنطقة دي. طب يبقى الخمسة يعني أعوض، أما أجيب إف ثلاثة أعوض عن الإكس بثلاثة في الدالة هذه، يطلع الجواب سالب 5. لو السؤال الاكس الخامس، لو طلع 50 مثلا، لو جاني شيء 50 ايش لو بصير قال لك يا بالفعل؟ سارة، لو قال لك إذا كانت إف تساوي 2، ايوه. لو قال إف تساوي 2 يبقى عند المين؟ عند الـ50. وايش اسوي بال50؟ خلاص بس اختار 50، ما راح اعوض، ما راح اضرب الثلاثة. ما أضرب في 50 وخلاص واختارها. بس هذا كان سؤالي. معلش يا سارة، يلا السؤال الخامس. سارة السؤال الخامس هنا طبعا سؤال مهم، بيقول أوجد مجال الدالة. مجال الدالة واحد، هنا أساوي بصفر. طيب احنا قلنا يا سارة هذه بنسميها دالة كسرية، صح؟ والدالة الكسرية لها قانون، ايه قانونها؟ R ما عدا أصفار الدالة أصفار المقام. المقام المقام بس، أنا ما يهمني فوق، يهمني تحت. في الدالة الكسرية هذا المجال R، اللي هو مجموعة الأعداد الحقيقية، R ما عدا أصفار المقام. طب كيف بجيبها؟ باخد اللي تحت اللي هو اكس تربيع ناقص 7 اكس واسويها بالصفر. دائما اخذ اللي تحت. دايما اخد اللي تحت، وش قانوني؟ ار ناقص ار اصفار المقام. ناقص اصغر المقام. اصغر اعمل المقام ايه؟ هذا بس اخد الدال المقام هذا مجال اسويه بالصفر، ثم الاكس. احلل اسوي مربعين، ممتازة، أسوي فرق بين فرق مربعين بين لو هذا مربعين. مربع. سارة خليكي معايا إذا سمحتي، هطلع على هذه الشاشة البيضاء. ما كل المسائل في التحليل كل العيال والبنات يحبون هذه. التحليل هذا هو اسمه الفرق بين مربعين اللي أنتوا كلكم تحبونه، اللي هو إكس وإكس وخمسة وخمسة، واحدة موجب واحدة إيه؟ سالبة، واحدة سالب. واحدة موجب. ما هو واحدة موجب واحدة سالب، بقول والله. حللي معاي، اتفضلي. اكس تربيع اكس واحدة ناقص 5 وواحدة زائد 5 بطل، ده اسمه الفرق بين ايه؟ مربعين. هذه أسهل واحدة. ايه هذه اسهل، ما انا اقول انتوا كلكم تحبونها عشان هي اسهل واحدة.
طيب المهمة كمان زي ما أقول لك يا سارة، 2 إكس ناقص 8. هنا ما أقدرش أعمل فرق بين مربعين، هنا بختار حاجة اسمها العامل المشترك. إيه العامل المشترك بين هذول وهذول؟ نعم الاثنين. بطلة، بسم الله عليك، والله إنك شاطر. ليش مخوفة نفسك؟ شاطرة يا سارة، ركزي على كده. يلا. وش باقي من الأولى لما آخذ منها الاثنين؟ لحظة، الإكس بعدين ناقص 4. بسم الله عليك، ممتازة. طب خلاص بقى دام أنت ممتازة كده، خلينا ناخد النوع الثالث. يبقى أول حاجة عندي أنا بفضل في التحليل حاجة اسمها العامل المشترك. مشترك. أفضل كمان إذا كانت بالشكل هذا اسمه الفرق بين مربعين. النوع الثالث والمهم اللي هو هذا، إكس تربيع مثلا ناقص 12 وهنا زائد 4 إكس، كيف أحل هذه يا سارة الآن؟ أتذكر إنه في شيء مجموعهم حاصل ضربهم. بسم الله عليك يا سارة شاطرة، هو ده الكلام. إحنا كل يوم هنخلي حصة قدرات، حصة تحصيلي، عندما أنت خايفة كده من الاختبار، أنت شاطرة ما شاء الله. يلا فك معايا إكس تربيع. إكس وإكس، لا بس أحس إني مقصرة بالرياضيات. يا بنت اسمعين، يا بنت اسمعين، ما أنت بتحلي ما شاء الله معايا أهو، عارفة كل شيء أهو. يمكن ما عندي أسئلة معاك عشان كذا أخاف. طيب اسمع، خلينا في الأسئلة. الإكس تربيع إكس بإكس، صح؟ طب الـ 12 أحللها. نحللها بس على شرط يكون طرحهم 4. 4 فعندي 6 و2. 6 و2، بطلة. أحط الإشارات، لو أنت حطيت الإشارات هنا وهنا مضبوطة أعرف إن أنت شاطرة، مش هتكلم. يلا حط الإشارات مضبوطة. شرط الوسط ياخذ إشارة الكبير. أيوه، يبقى أحطها الستة إيش؟ موجب. موجب والاثنين سالب. سالب، والله صح، والله صح، والله شاطر. هذا المقدار اللي احنا حليناه اسمه تحليل المقدار الثلاثي. ارجع للسؤال، ارجع للسؤال. مو ثلاثي لو سمحت، ما هو هذا مش مقدار ثلاثي، فانا مش هعمل قوسين ولا فرق بين مربعين، اعمل قوسين. لكن في حاجه متكرره، الاكس، اخذ الاكس قاسم مشترك او عامل مشترك. بعدين احط اكس جوا القوس ناقص 7. بطلة ما شاء الله، يساوي 0. بطلة. دول طبعا حلين يا سارة، دول لا اكس تربيع. لا لا، الاولى تساوي 0 صح؟ ايوه الاولى تساوي 0 والثانية تساوي 0. انا بحل الان ايش؟ بحل الان المقدار اللي عندي، المعادلة دي. اذا كان عندي شيئين يساوي 0، يا اما الاولى 0 او الثانية 0. طيب دي جاهزة صح؟ أودي السبعة وين هذه؟ أودي السبعة وين؟ جهة ثانية. تروح بإشارة إيه؟ موجبة. يبقى إكس تساوي كام؟ موجب 7. يبقى الآن مجالي وين؟ ألف ولا جيم؟ ألف ولا جيم؟ طبعاً في ألف بيقول إكس تساوي 0 و7، وفي جيم يقول آر، يعني مجموعة الأعداد الحقيقية ما عدا السبعة. وش رأيك بالصفر؟ أنا أقول 0 و7. اللي هي ألف؟ آر، لأنه بطلة، بطلة. القانون الجواب الصحيح الدالة الكسرية، لازم أقول آر مجموعة الأعداد الحقيقية ما عدا 0 و7. ماشي يا سارة. ليش؟ لأن لو حطيت الإكس بصفر يطلع تحت صفر، وإذا كان صفر فالدالة غير إيه؟ معرفة. معرفة. ولو وضحت إكس تحت بسبعة يطلع الجواب بصفر، فعشان كده الدالة تكون غير معرفة، وكده يكون مجال الدالة كل مجموعة الأعداد الحقيقية ما عدا الصفر والسبعة. سؤال 6، سؤال مهم، مهم جدا في كل اختبار وفي كل سنة، وأنا هذكرك السنة دي. أستاذ، جالي أصفار الدالة المجال، جالي دالة غير معرفة، جالي هي زوجية ولا فردية ولا وشو؟ فكري 6 وارجعي لي. لا تكلمي، فكري عندك وارجعي لي. نوع الدالة احنا حلناه قريب انا وانت في المذكرة اللي راحت، المذكرة الاولى حلناها.
زوجية، دالة زوجية، وش دراك إن هي زوجية؟ عشان التربيع، نعم؟ لأكس، عشان إكس تربيع من درجة ثانية. آه، ما هو إكس تربيع من الدرجة الثانية فعلاً، بس الرقم الخمسة ده ممكن يأثر. الرقم خمسة زوجية ممكن وفردية يأثر. معا. لا، ما في أصلاً، خلي بالك يا سارة، ما في حاجة اسمها دالة زوجية وفردية معاً. هذه الوحيدة اللي تحذفيها، ما تفكري فيها أبد. ما في دالة عندنا اسمها زوجية وفردية معا، ما في. هي أين أشوف الدالة طيب؟ ممكن تكون زوجية أو فردية أو ليست زوجية ولا فردية. بعمل إيه يا سارة؟ في اختبار. إيه هو؟ إن بدخل وأعوض الإكس بالسالب، أخليها سالب إكس. سالب وأشوف المسألة، المسألة لها ثلاث احتمالات. يا تطلع نفس الدالة الأصلية يبقى الدالة زوجية، لو اتغيرت الإشارة يبقى الدالة فردية، لو طلعت ملخبطة. يعني ليست إيه زوجية ملخبطة يا زهر؟ وليست فردية، يعني يعني شوية تغيروا وشوية ما تغيروا. اوكي. يعني الدالة لو ما اتغيرت في الجواب هنا في الاختبار هذا يبقى الدالة زوجية، ولو الدالة اتغيرت كلها يبقى الدالة فردية. طب لو حتة اتغيرت وحتة لم تتغير يبقى الدالة ليست زوجية ولا فردية. يبقى أنا كل اللي أعمله حاجة واحدة لو سمحت، أعوذ أعوض عن إكس بسالب. يبقى أقول كده سالب ستة وأحط الإكس بالسالب هكذا بس، وأرسم كل شيء، كل شيء كما هو، ما أغير أي شيء إلا بس الإكس. سالب اكس تربيع، حتطلع عندي اكس تربيع، يعني سالب 6 في اكس تربيع بسم الله عليك. زائد 5 باكس، قصدي زائد 5. ما توتري نفسك يا سارة، إنك شاطرة ما شاء الله وبتفهمي، لا توتري نفسك، لا تخلي الخوف الزايد. التربيع لا تتكلمي لو سمحت، خليكي في الدرس. التربيع يؤخر هذه يخليها موجب وهذه كما هي، يعني سالب 6 اكس تربيع زائد 5. التربيع ما تروح. ما تروح، لا. نظري يا سارة بين هذه وبين هذه، إيه اللي حصل؟ حصل شيء؟ لا، ما حصل شيء، يبقى الدالة إيه؟ زوجية. زوجية. الدالة زوجية لأن ما حصل شيء. اوكي، طيب يعني بس الإشارة اللي تروح. تعالي ناخد مثال آخر وأنت تحلي لحالك، قولي لي لو سمحتي، معاكي دفتر ورقة ولا معاكي الأيباد؟ الايباد اكتبي لي لو سمحتي كده، بيقول هنا اف أوف إكس بتساوي 3 إكس تربيع ناقص 3 إكس تربيع ناقص، خليها 3 إكس، ماشي أوكي، ناقص إكس. يلا يا سارة، بيسألني هل هذه الدالة زوجية ولا فردية ولا ليست زوجية ولا فردية؟ معاك نصف دقيقة. خلص الوقت. انا ما سويت شيء لانها زوجية. تقولي ما سويت شيء لأنها زوجية، صح؟ ايوه، طب تعالي نشوف الاختبار. أنا نفسي ما أعرف، أنا هعمل إيه يا سارة الآن؟ هختبرها، يعني أقول إف وأضع الإكس بالسالب. ليش اكس في السالب؟ هو ده الاختبار اللي بيكتشف لي نوع الدالة. دائما بالسالب، انا لاني شفتها بالموجب فحسيت انه لا يا سارة، أنا بشيل الإكس وأعوض عنها بسالب إكس. انا احط السالب. أحط سالب إكس، يعني التلاتة مالها دخل. أشيل الإكس هذه وأخليها سالب إكس.
والتربيع. والتربيع، وهنا خلاص ناقص هتصير موجبة. ناقص اكس. اكمل لو سمحتي. وش سويت انا يا ساره؟ ايش الخطوه الاولى سويت فيها شيء؟ سويت ايش؟ بس حطيت اكس بس سالب بس اكس. بس بس ما سويت شيء. الخطوه الثانيه اشوف التربيع يلغي السالب هذه، يدينا 3 اكس تربيع زائد اكس زائد فرديه. اكس. ايوه قرني بين هذه وهذه اللي عليها سهم هذه. فرديه تغيرت، فرديه لا يا سالب قل. اكس صارت موجب. لو سمحت لو سمحت، هل تغيرت كلها ولا نصها؟ نصها. لا، يبقى هذه الملخبطه. فهمت. الملخبطه اللي هي ايش؟ ليست زوجية وليست فردية. متى اقول عليها فرديه يا ساره؟ اقول عليها متى؟ فرديه اذا كلها اتغيرت، كلها اتغيرت، كلها اتغيرت. خدي مثال ثاني، يلا مثال ثالث كمان لو سمحتي على طول، ولا تغلطي في هذا. اف اوف اكس بتساوي 4 اكس تكعيب ناقص اكس. يلا فردية فردية، صح. أشكرك. غيرت كاملة. أشكرك. طبعا الحل عندي بيقول كده، أخليها 4 سالب إكس أس 3 ناقص سالب إكس. كده هتصير الخطوة الأولى. طبعا التكعيب ما بيروح السالب، صح؟ ايوه يبقى هنا صح. سالب تصير 4 إكس تكعيب. ليش سالب 4 اكس هي دايما تكعيب. السالب تيجي في الأول، السالب تتقدم. اوكي وهنا السالب في سالب بموجب. ايه اللي حصل؟ هذه كانت تغير موجب صارت سالب، سالب وهذه كانت سالب صارت صارت موجب. موجب. اتغيرت كلها، كل الدالة اتغيرت، يعني فهذه لو نصها مجالها تغيرت ملخبطة. تمام، ليست لو زوجية ولا فردية. نرجع لموضوعنا، والمقطع هيكون فيه كل هذا مرة ثانية، وانت ما شاء الله ما بتذكر المقاطع ولا بتذكر الواجب. 7. أنت التي تمثل عدم اتصال لا نهائي. عدم اتصال لا نهائي. أتوقع أحس بها ملخبطة. احنا قلنا يا سارة اللي فيها، لو انا الان بعمل مكالمة وجاء الخط قطع مني دقيقة واحدة او نص دال دقيقة، هذه تسمى لا دال. لا 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 أتوقع غلط. ده خلي بالك يا سارة، دال متصلة، متصلة. صح. دال متصلة. عرفت. جيم جيم جيم. جيم بطلة. هذا عدم اتصال لا نهائي. طب قولي لي، هذا عدم اتصال ايه؟ نهائي لا نقطي. شايف هذه؟ نقطي. يعني الخط نقطي. قطع ثانية. طب هذا عدم يتباع اتصال ايه؟ ذيك نقطي. لا قطعي. لا ايش قفزي. قفزي. وهذا عدم اتصال ايه؟ هذا لا نهائي ودي عدم اتصال ايه؟ متصل. متصل. ايوه كده، ايوه كده متصل. هذه اصلا ما هي متصله، هذه متصله. سؤال رقم 8 من الاسئله المهمه جدا جدا جدا، جاء في الاختبار العام الماضي ولا واحد عرف يحله. اقرا السؤال كده تفضلي. عندي إعادة تعريف الدالة اف الاكس اكس تربيع ناقص 16 على اكس ناقص 4 لتصبح متصلة عند اكس يساوي 4. فإن قيمة اي التي يجب أن تكون في الشكل الآتي. عوض هنا بس اللي تحت كأنها مشطوبة. ايه اللي جنب الاي كأنها مشطوبة. الإكس إيش لا تساوي 4. إيه لا تساوي 4.
لا هنا بس علامة المساواة بس. اي يساوي سارة، احنا قلنا يا سارة هذا طبعا سؤال مهم وسؤال جميل جدا وجاب، نفس اللي حليناها قبل شوي. لا 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 ما حلناها، هذه طبعا فكرة مهمة جدا. بيقول هنا اللي كان اللي احنا حلناه قبل شوية اللي هو الرسم البياني لأنواع عدم الاتصال. لا هذه أعوض، قصدي حليناها قبل شوي نعوض. لا دي لما يكون بيسألني على الدالة الزوجية ولا فردية، لا دي لها طريقة ان اجيب حاجة اسمها الليمت. ليمت اللي هو النهاية، نهاية الدالة عندما تقول الايش؟ الأربعة. بيقول عند إعادة تعريف الدالة هذه لتصبح متصلة عند إكس تساوي أربعة، بيقول فإن قيمة A التي يجب أن تكون في الشكل التالي هي. هعمل إيه يا سارة؟ أصلا الدالة عشان تكون متصلة لابد يكون قيمة النهاية تساوي قيمة الدالة، يعني لازم النهاية هنا الليمت هنا يساوي إيه؟ نفس الرقم هنا، يعني بالعربي كده أجيب النهاية هنا، أجيب النهاية عند إكس تساوي إيه؟ أربعة. طيب كيف أجيب النهاية؟ أعوض، أعوض عن إكس تساوي أربعة، أعوض. لا ليش أعوض عن إكس تساوي أربعة وين إكس تساوي أربعة؟ في هنا المعادلة لتحت. في الليمت هنا في النهاية هذه. يلا طبعا كده معوض عن أربعة، فوق يديكي كام وتحت يديكي كام؟ صفر. ليش؟ وش دراني؟ هنا 4 تربيع 16 ناقص 16. بطلة. طبعا غالبية النهايات يا سارة لما بتكون بالشكل هذا بتطلع صفر على صفر، بسميها دالة غير محددة أو غير إيه؟ فأنا لازم أعمل لها عملية تحليل، أحلل الدالة. طبعا وهذا انت الشكل اللي انت بتحبيه فاكره اللي هو اعوض. لا مش اعوض، احلل. حلل. يلا حللي فوق. فهمت. ايه يعني اعوض على اللي هنا، يعني اكس واكس، اكس على الطرفين، ايوه اكس على الطرفين، بعدين واحد سا اول واحد سالب، سالب أربعة، وسا بعدين موجب أربعة. موجب أربعة. طبعا لازم اخليني ذكي يا سارة، سالب أربعة مع سالب أربعة تروح، مش سالب أربعة، كل إكس ناقص أربعة مع كل إكس ناقص قصدي أربعة. يعني هذه تمام. تصير وعوض، إكس زائد 5 4. وعوض عن الأربعة يطلع لي هنا 4 زائد 4 8. ثمانية. إحنا بيقول يا سارة الدالة عشان تكون متصلة لابد تكون قيمة النهاية هي نفس قيمة الدالة. النهاية طلعت بثمانية، يبقى لازم قيمة الدالة تطلع بثمانية، يعني قيمة الـ A تطلع بكام؟ بثمانية. لخصي لي السؤال كده وش قلت بسرعة. هو السؤال يلخبط شوي. لا ما يلخبط، هو يلخبط عشان أنا كنت بشرح كل الموضوع، لكن الآن أنت ترشحين ملخص. طب أنا أي واحد فيهم لازم أجرب أول خطوة بعدين أسوي ثاني خطوة؟ لا لا، أول خطوة نجيب النهاية، نجيب الليمت. أول خطوة نجيب الليمت. طبعًا الليمت من الأشياء المهمة اللي بتيجي برضه في الاختبار. طب لو جاني رقم مو صفر، ايش تقولي؟ دائما يطلع لي الليمت هنا صفر. اشكرك على سؤالك الجميل، اشكرك. طبعا انا هطلع هنا على الشاشه البيضاء واقول طبعا يا دكتوره ساره احنا خدنا النهايات بالتفصيل وقلنا لما يقول لي ليمت لما الاكس تقول الى عدد اول حاجه انا اعوض، يعني مثلا في دي هنا مثلا كتب 3 اكس زائد 2 على 5. تمام؟ ايوه. أول حاجة في النهاية تعوض، عوضي كده معايا. اتفضلي. عوض عن إكس بواحد. أوكي. في النهاية عوض عن إكس بالعدد. إيه، 3 في 1 1 زائد 2 نفس الشيء، 5 على 5 1. بس. يبقى أول حاجة في النهاية تعوض، لو طلع عدد الحمد لله. طب شوفي كده معايا ليميت لما الاكس تقول الاثنين، هنا اكس تربيع ناقص اكس تربيع ناقص 4 على اكس ناقص 2. عوض لي كده. النوع الثاني من النهايات لما اجي اعمل عملية تعويض هسوي مربع، يعني فرق بين مربعين. لا لا لا، اول شيء اعوض، اول شيء اعوض. نعوض.
ما نسوي فرق بين مربعين؟ الخطوة الثانية يا سارة، لازم أعوض لأني ممكن أعوض يطلع لي عدد. أوكي. يلا، 2 تربيع 4 ناقص 4 كام؟ صفر، صح اتذكرت. طب واللي فوق ليش بلغت بقى سويناها؟ على صفر، ارجع بقى لمين؟ للتحليل اللي انت تقولي عليه. هذه لو طلعت لي صفر، لو طلعت لي واحد خلاص اكتفي في واحد. بس لو طلعت لي عدد او ما واحد، فهمت كذا، انا عبالي قصدك انه حلين ورا بعض، قلت انه كيف تخيل. لا يا سارة، دي مسألة يا دكتورة سارة، ودي اكزامبل ثانية يا دكتورة سارة. انا عبالي لا خطوات انه يلا هات، حل حل اكس حل. ايه؟ اكس اكس. او اكس واحدة ناقص اثنين، واحدة زائد عادي لو عكست بينهم، ما انه تفرق. نشطب الاكس ناقص اثنين واكس ناقص اثنين يصير عندي ايوه، اكس زائد عوض اثنين عن اكس باثنين اللي هي هذه، يطلع اربعة. كام؟ 4. يبقى النهايات في الليمت، لما تحب تجيب النهاية أول شيء نعوض. إذا طلع نعوض. الجواب عدد خذيه وامشي، إذا اوكي ما طلع عدد وطلع صفر على صفر لازم أحلل. نحلل. أرجع لموضوعنا، أرجع لموضوعنا. طبعا يعني دايما أول راح حاجة يا يجيني سارة، شيء. عشان تكون الدالة متصلة لابد تكون ليميت للدالة نفس العدد، يعني لازم أجيب الليميت. طلع الليميت بكام؟ ثمانية. يبقى لازم قيمة الايه تكون بكام؟ ثمانية. بثمانية هي الأخرى. سؤال 9 بسرعة بسرعة. كلمات البنين بشكل زايدة بالفترة. اثنين وسالب واحد ما في نفس خطأ. دكتورة خطأ. سارة، منحنى الدالة في الجزء كده نازل، ايوه اللي ببدأ من اليسار لليمين، وكده ثابت، ثابت وكده نازل. طالع من ثلاثة ولمت من 3 للما لا نهاية، مال المال. من 3 إلى ما لا نهاية، الدالة متزايدة. بسرعة، سؤال 10. هنا راح أعوض أي بطلة، أعوض كم مرة يا سارة؟ مرة واحدة لا، هنا أعوض مرتين مرتين، مرة مرة واحدة. مرة ببداية الفترة ومرة بنهاية الفترة. يعني أحط سالب اثنين يعني تصير سالب اثنين تكعيب، ايوه راح سارة، تعطيني سالب. لو سمحت اسمعيني بس، هذا عشان هذا مهم شوية. لما يقول اوجد متوسط معدل التغير، عشان بتيجي برضو في الاختبار، متوسط معدل التغير لها قانون، ايه هو؟ بعتبر النقطة هذه A والنقطة هذه B، واستخدم هذا القانون F of B ناقص F A على B ناقص ال A. يعني ايش؟ ايش هذا الكلام يا سارة؟ اعوض عن الدالة بسالب ايش؟ 2. اعوض عن اكس في الدالة بسالب 1، ثم اعوض عنها بسالب 2، واطرح من تحت سالب 1 من سالب 2. طويلة شوية بس هي مسألة تعويض، ما تحتاج شيء. ممكن تساعديني؟ اوكي هذا وش قانونه هذا؟ هذا ايش قانونه اللي هو الاي اعوض فيها بالمكان الاف لا لا لا، اسمه ايه بس هذا الموضوع؟ متوسط معدل التغير. متوسط معدل التغير. اعمل ايه بكل بساطة؟ اختار الفترة اللي عندي، اخذ النهاية ناقص البداية تحت، ودالة عند النهاية ناقص الدالة عند البداية فوق. كل اللي عندي في هذا السؤال الصعب أعوض بس. يلا عوضي معايا. هنا عندك اف البي يعني أيوة، عندي سالب سالب واحد، يعني أول واحد حاجة صار أعوض تكعيب سالب واحد، سالب واحد هنا، فهذا تكعيب سالب واحد. سالب واحد، ما تطلع بسالب واحد. ليش؟ لأنه هو أصلاً لا يا سارة، بصي بصي يا تكعيب. سارة، بصي يا سارة، هذه فيها سالب، يعني معناها سالب سالب واحد تكعيب زائد 3 في سالب واحد.
كأني أضرب يعني أول شيء أطلع السالب واحد تكعيب، سالب واحد أضربها بالسالب تعطيني موجب أشكرك أشكرك. يبقى هذه طلعت واحد، ودول واحد كام؟ سالب ثلاثة سالب ثلاثة يطلع سالب الجواب اثنين كام؟ سالب اثنين يبقى كل أبوها هذه لما عوض اديكي سالب اثنين. اثنين على ب ناقص لسه اي. لسه 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 باقي خطوة، أعوض بسالب اثنين، اعوض بسالب اثنين. أعوض مرة ثانية بسالب اثنين. خلينا أمسح هذه عشان أعوض بسالب اثنين، ولا أكتبها كده بلون ثاني. قولي. ليش وين ليش تعو لأن القانون بيقول إيش؟ عوض بالنهاية ناقص عوض بالبداية البداية هنا واطرح الرقمين من النهاية. بعض. أوكي قولي. بعدين سالب اثنين سالب اثنين تكعيب راح تطلع لي بثمانية. سالب ثمانية. سالب ثمانية ليش؟ ها؟ بطلة، أيوة كده ما شاء الله، أما تقولي ليش كده وتعترضي أعرف إن أنت فاهمة. يبقى هنا ثمانية. ها؟ ثمانية بعدين زائد ثلاثة ضرب سالب اثنين سالب سالب ستة سالب ستة، يطلع الجواب كام؟ راح يطلع الجواب عندي اثنين. اثنين، بطلة. هو بيقول القانون بتاعي، هدول طلعوا ناقص اللي سالب اثنين ناقص اثنين ايه؟ على مين؟ على ايوه البي ناقص سالب واحد ناقص سالب اثنين ما شاء الله زائد تبارك اثنين يعني. الله، ما شاء الله في التعويض وفي التجريب بتجربي صح، ممتازة. ابدا بقى يلا الحين. سالب أربعة سالب أربعة على، على واحد سالب أربعة. بسم الله عليك، دايما صارت حل الأسئلة الصعبة. هذا أصعب سؤال ومع ذلك حلتيه أحسن سؤال. لازم أحفظ القانون. تحفظ القانون ونعوض، هذا بيسموه قانون متوسط معدل التغير. التغيير ماشي دكتورة؟ أيوه. طيب هناخد سؤال 11 بسرعة عشان الوقت، اقرأ السؤال. الاف بسالب واحد لا إذا كانت اف الاكس يساوي 2 اكس ناقص 5 فإن اف السالب واحد في اكس تساوي هنا سالب واحد تخليه كسر مقلوب ماشي. لا ممتاز طبعا يعني هنا، واحد لا على دي طبعا مش مسألة أسس. اف سالب واحد احنا بنسميها في الرياضيات بنسميها الدالة عكسية العكسية، والدالة العكسية لها خطوات ممكن تسمعيها. أيوة الخطوة الأولى أشيل اف اوف اكس وأخليها واي، احفظي معايا. واي الخطوة الأولى أشيل اف اوف اكس أخليها واي. واي الخطوة الثانية بدل ما هي y تساوي أخليها x تساوي، كيف يعني السالب خمسة أوديها وين؟ سالب خمسة تصير موجب خمسة أوديها الجهة الثانية يعني أيوة عند مين؟ واي زائد خمسة ثم نقسم على إيش؟ الاثنين الاثنين تصير طلعت عندي x تساوي هنا، شايفة؟ طلعت x تساوي y زائد 5 على ايش؟ على اثنين هذا هو المطلوب، هذه بتسمى الدالة العكسية. انا اخر خطوة اعكسها بس. لما اخليها واي لا لا ال x ما هي اصلا كانت y تساوي، انا خليتها x تساوي. اقول ان ال x دي اسمها f minus 1 of x. واغير ال y ب x بس. يعني اختار ايه عشان اعيدها مرة ثانية؟ اختار ايش؟ اختار واي اكس زائد خمسة على اثنين اللي هي الف صح؟ ايوه بس تلخبط يعني عشان كده اعيدها مرة ثانية. ممكن شوي تسمعيني؟ اوكي اسمعيني. في الدالة العكسية يا سارة ثلاث خطوات ما لهم ربعة. الخطوة الأولى أشيل اف اوف اكس، قولي معاي. أخلي اف اوف اكس اسمها ايش؟ دالة عكسية واي 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 واي. واي واي قصدي يبقى اشيل اول خطوه يسار اشيل اف اوف اكس واخليها واي، واي يعني اقول واي تساوي 2 اكس ناقص 5. سهله ولا صعبه الخطوه الاولى؟ سهلة. طيب الخطوه الثانيه قولي لي الخطوه الثانيه وش اسوي؟ الخطوة الثانية اودي الاعداد الجهه الثانيه. ايوه يعني تصير واي زائد خمسة تساوي سالب الخطوة واي زائد الثالثة خمسة أقسم على مين؟ اثنين
اللي هي اكس تساوي واي زائد فرض خمسة اكس على تساوي اتنين، واي زائد خمسة خمسة على على اتنين، نبدل الواي تصير اكس بس زائد خمسة كده، على اتنين. يبقى الدالة العكسية هي هذه. يعني انا احط واي بعدين اخليها اكس. ايوه اعكس، اعكس الواي بالاكس، يعني اقول هنا اكس زائد خمسة على اتنين اللي هي ألف. ماشي دكتورة سارة؟ ايوه موفقة. الواجب الآن، طبعا كل حصة أتعب وأكتب الواجب، أقول لك احفظي المقاطع وذكري الأسئلة القديمة، ولا بتذكري ولا بتحفظي، تروحي تفتحي الكتب اللي عندك وتضيعي فيها وترجعي تقولي وتشتكي لي، بس كل مرة حفظنا القصة خلاص. اكتبي الواجب معايا لو سمحت. رقم واحد المقطع، رقم اثنين الأسئلة من 12 إلى 20. ألف مرة اكتب لك الواجب وألف مرة ما تحلي. المرة بس أحس الجاية ما صعب من بذبحك، سؤال طويل. حلي وإحنا نساعدك في الحل. رقم ثلاثة حل الأسئلة القديمة. هل الأسئلة القديمة في عندك شيء صعب؟ لا لا. أي بنت ما ذكرتي أي واحد. أي سؤال صعب؟ ما جاب لك ولا سؤال صعب في التحصيلي؟ لقيت في حد الدائرة اللي أرسلته طيب سؤال اشكرك، ارسلي لي السؤال على الواتس وانا هشرحه ان شاء الله واحله لك. هنرسم موعد صورته. قادم، موعدنا القادم ان شاء الله هيكون على الواتس. خليني بس اوقف التسجيل الحين اشوف انت وش أوكي. تبي، وبعد كده وفي لحظه أول فيديو لحظه حضرته. لحظه.